السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم أنواع من السلطة. كانوا بنات قساوني كيف نستعمل الورقة هذيك والوردة باستعمال جزر أو زرودية. راح نعت لكم الطريقة. راح نجيبوا زرودية، راح نقشرها ننظفها من بعد نغسلها مليح، وعندي هذا الأداة اللي على شكل مبرات. راح نفوت الراس تاع الزرودية في المبرات هذيك، راح تخرج لي هذه على شكل وردة. هنا إذا بغيتوها كبيرة تكملوا تزيدوا تدوروا، بغيتوها ما حجمها متوسط كيما هكا تكتفي، وبالله انتم اللي تتحكموا في الكبر ولا الصغر تاع الوردة. من بعد راح نحي هذاك اللي قاد لي، وراح نقسم الجزر تاعنا على اثنين. من بعد راح نجيب نفس القشرة، وراح وكأني حندير شيبس، راح ندير ونقطع شرائح رقيقة من الجزر بواسطة هذه الأداة. هي راهي قشرة خاصة بالخضر. من بعد راح نجيب موس، مو شرط الموس الامكاني اللي يقول لك لازم موس المختصين ولازم موس خاص بالحوايج هذو، لا لا، موس عندك في الدار تخدمي بيه عادي. راح نشكل ورقة كما راكم تلاحظوا هكا. من بعد راح نشكل، راح نرسم نرشم عفوا ورقات صغار في نفس الورقة. راح تلاحظوا دوك راني نحيت وحدة، ها هي كي شكلت ورقة في وسط الورقة، وراح نشكل أوراق أخرى من الزاوية اليوم من عفوا من الجنب الأيمن ومن الجنب الأيسر نفس الشيء هاكم كيما راكم تلاحظوا. ماهيش شرط لازم مثلا انا درت 4 ولا 5، انتم لازم ديروا 5، بغيتوها صغيره انتم تتحكموا في عدد الاوراق اللي ديروهم من الداخل. درتوها صغيره قد تجيكم 4، درتوها طويله راح تجيكم من 5 حتى ل 6 اوراق كما بغيتوا. راح نفس الشيء اللي درتوه في الجهه هذه راح نعاود نفس الشيء للجهه الثانيه. يعني راهي سهله باك البنات حارو كيفاه تدري، سهله خلاص وتزيني به الطبق تاعك. هاي كي راح نكملو نفس الطريقة، نشكلو أوراق صغيرة. الموس يكون شوي ماضي باش ما يتعبكم، باش برك هذا ما كان. تنكملوها ها هي كي الأخيرة. هنا فزدت لي شويه الجنب صح معليش. من بعد راح نجي لكل بين كل ورقه ورقه راح نحي شكل مثلث صغير هكا زاويه باش يعطينا الشكل تاع الورقه. سما في الاخر لو شغل نتاعو في الاخر هكا كي تكملي تفينيه. هاكم تشوفوا بين كل ورقه ورقه الجنب راح نحي وكأني نحي شكل مثلث صغير هكي. دوك نهزها تولي لكم واضحه. من بعد ممكن نعود نخدم نحط لا كامو نخدم ما نتولاش. كاين حوايج صح دي فون درق لكم حوايج ما تشوفوهمش، بصح راني ندير على قد ما نقدر باش يبان لكم. من بعد نعدل الزوايا هاكم تشوفوا، ها هذا هو الشكل يخرج، هذا هو هذه هي. من بعد راح نجيب هذيك الورده اللي نحيتها، راح نجيب مقص باش تركز لي كي نحطها تتركز، ما تركز لي في القعده في الحطه نتاعها عفوا. راح نقص الجنب التحتاني هاكم تشوفوا باش كي حطيتها تحطت لي ها هي كي. من بعد كي تحطوها نتوما في السلطه تحطوا في نص زيتونه ولا تحطوا فرماج ولا تحطوا كيما بغيتوا. هنا انا عطيتكم طريقه والتزيين راهو باب واسع كيما بغيتوا ديروا ديروا. هذا هما زروديات تستعملي، تقدري تخدمي منها اوراق، تقدري تخدمي بها الورد. الورد هذا عفوا. ها هما كي البنات اللي طلبوا مني، بزاف البنات، وبغيت نقول الاخت اللي طلبت مني القطايف راني مانيش ناسياتك، بربي ان شاء الله عن قريب ندير لكم فيديو على حلوة القطايف.
وهذه الزروديه اللي راهي من رمضان، والبنات تقصي فيا لا غاب انشغالات، وكم تعرفوا تتحكمي مش ديما واحد قاعد، بس نسرق روحي على جاركم وندير لكم. هذو هما هاي كي اوراق كيف خرجت، والزهره اللي فوتناها على المبرات خاصه بالطبخ، ها هما كي الاشكال. وراني درت لكم اشكال تاع سلطه، كنت استعملت فيها هذه الاشكال، اعطيتكم نموذج وان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله كنتوا استفدتوا. وبغيت نشكر خصوصا 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 البنات اللي راهم يدعموا فيا، واللي راهم بغيت نقول لكم كلامكم راهو تاج فوق راسي، والمدح تاعكم راني ما ننساش، راهو تغرس في قلبي الداخل. بغيت نشكركم بزاف بزاف بزاف، والله صدقوني كل ما تشجعوني قد ما نتشجع انا في حد ذاتي، تعطوني حافز، تعطوني بوس للقدام كما يقولوا. هذو ما اشكال، ونشكر بزاف البنات تاع الفيسبوك والبنات تاع اليوتيوب، وميرسي. بغيت نعطيكم معلومة برك بين قوسين، راني انا ندير لكم في الفيديوهات هذو، راني ما عندي حتى ديبلوم، ما عندي، خاطر سقساوني بنات قالوا لي عندك لي ديبلوم، والله راهي ما عندي حتى ديبلوم، ني في الحلويات ني في الطبخ، راهي مجرد هواية في الصغر. انا راني نتعلم كيفي كيفكم، راني صدقوني نحط الحاجة سورتو للقطوات، ما نحكيش على الطبخ، سورتو القطوات ولا في الحوايج تاع الديكور، اني نحط انا الاكثريه نستعمل الطابلات، سماني في الميلكم من الطابلات، اني نحط الطابلات تاعي ونبدا، وش الحاجه راني نتعلمها نتعلمها معاكم، ثم راني نتعلم ونعلمكم معايا فقط. يعني هذه هي معلومه باك البنات اللي سقساوني عندك ديبلوم ولا ما عندكش، نو ما عنديش، ما بقى لي غير نقول لكم، ما نطولش عليكم بزاف، ما بقى لي